النهارده كان في مجموعه من الهدايا الرئاسيه القيمه لستات مصر في احتفاليه تكريم المراه والام المثاليه. هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي للست المصريه اللي قدمها في كلمته النهارده مش بس كانت بالاشاده بدورها الكبير وتقديره ليها، لكن كمان كان في توجيهات مهمه بخصوص دعم وتمكين المراه، ومنها كمان توجيه الحكومه. والحقيقه لما وجه الرئيس الحكومه وجه كلام محدد وطلب إصلاحات تشريعية بتضمن دعم المرأة في سوق العمل والوظائف وتأهلها لمجالات عمل مختلفة زي مثلا المجالات الهندسية، المجالات العلمية، التكنولوجية، التطبيقية، وكمان توفير فرص التعليم والتدريب في المجالات دي للطالبات في كل المراحل الدراسية. الرئيس كمان شدد على مواجهة كل أشكال التحرش والعنف، المضايقات والاستغلال، إساءة استخدام السلطة ضد المرأة في أماكن العمل. ده طبعا موضوع مهم جدا. الرئيس هنا طلب تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية في جزئية الشهود والتبليغ عن جرائم التحرش والعنف وهتك العرض إفساد الأخلاق، وإنه يبقى فيه عقوبة خاصة في حالة إفشاء سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهذه الجرائم. الحقيقة رئيس النهاردة أشار لحالة انتحار شابتين بسبب التشهير والابتزاز الإلكتروني. كمان اتكلم عن الإيذاء البدني للمرأة وتحديدا العنف الأسري. وجه الحكومة بتوفير حماية للي بيتعرضوا للإيذاء من النوع ده وتخصيص مباني مناسبة للحالات دي عشان تحفظ كده كرامة الست. في موضوع الستات العاملات الرئيس وجه بالتوسع في مراكز خدمات المرأة العاملة على مستوى الجمهورية، وكمان طلب تعديل قانون الخدمة المدنية بحيث أن الأم يعني الأم اللي هي كافلة بتتخذ كل يعني بتاخد كل حقوقها، يعني مثلا أجازة لمدة 4 شهور رعاية لابنها، هذه الأجازة بتكون مدفوعة الأجر لو كانت بتكفل. يعني إيه الأم الكافلة؟ هي الأم اللي بتكفل طفل أقل من 6 شهور. توجيهات الرئيس النهاردة أو هدايا للست المصرية الحقيقة بتعبر عن جهد مستمر لإنصاف المرأة والحفاظ على حقوقها، وده الحقيقة توجه واضح جدا من الرئيس السيسي اللي أطلق على ستات مصر تعابير عظيمات مصر. عشان كده الرئيس عبر بلغة بسيطة عن تقديره للست المصرية لما قال ما تعتبرنيش مسؤول كبير، أنا بتكلم جد، أنا واحد من الناس والمجتمع بسمع وبشوف الست بتعمل إيه زي كل بيت من بيوتنا. الحقيقة يعني كلام جميل جدا النهاردة الرئيس وجهه لكل ست مصرية، وقال كمان أنا لو جبت 1000 ست و1000 مشكلة في 1000 بيت نسبة كبيرة منهم بتعطي وتضحي وتساهم ربما بأكتر من 80%. ما أنا قلت لكم مرة قبل كده إن أنا واحد من الناس، يعني أنا مش ما تعتبرنيش مسؤول كبير ولا حاجة، بتكلم بجد، ما تعتبرنيش مسؤول كبير. يعني أنا أصلي يعني أنا واحد من المجتمع، يعني بسمع وبشوف الست بتعمل إيه، يعني زي كل بيت من البيوتات بتاعتنا واللي بيحصل فيها، يعني وتجد في الآخر، وأرجو إن الكلام ده ما يبقاش يؤلم، يعني وجد في الآخر إن هي الست اللي بتشيل. يعني بقول بإنصاف، أنا بتكلم في نسبة غالبة، بتكلم في حالة مش بتكلم في استثناء، بتكلم في حالة. يعني إيه حالة؟ يعني لما أجيب 1000 ست وأجيب 1000 مشكلة في كل بيت، ما بقولش إن 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 الكل الألف يعني 100%، لكن نسبة كبيرة منهم بتعطي وتضحي وتساهم نسبة كبيرة أكتر من 70-80%. كلام الرئيس النهاردة ربط فيه بين دور الست المصرية وقضايا تانية مهمة. الرئيس اتكلم عن إزاي أنه الإصلاحات الاقتصادية خلت مصر دلوقتي تقدر تواجه الأزمة، وهنا الرئيس أكد بشدة أنه بلدنا كانت في فترة على وشك السقوط لكن ربنا أنقذها. لما الرئيس اتكلم عن توافر السلع في الأسواق قال إحنا عاملين حسابنا لكل حاجة،
وهنا بين ازاي انه القوات المسلحه بتوفر كميات كبيره من السلع بنص ثمنها تقريبا، كمان اكد على وفره السلع، واتكلم على موضوع الاسراف في الاكل وازاي لازم يبقى في توازن في الانفاق. ضرب مثل بنفسه لما قال انا نفسي في بيتي بسال عن الاسعار وتجيبوا دي ايه وتجيبوا دي ايه، واتكلم بالتفصيل نشوف. انا عايز اقول لكم على حاجه، يعني لسه الجيش بينزل 2 مليون كرتونه، ممكن ينزل 2 و3 و10 و20، احنا عاملين حسابنا لكل حاجه. مش بنص ثمنها يا محمد؟ بنص ثمنها مش كده؟ بلاش نكسب يعني. نص ثمنها؟ طب اتفضل، انا عارف. ده بس بضحك معاكم عشان تبقوا، فمفيش مشكله. انما المشكله ان احنا اذا كنتم عايزين مستقبل أفضل، حياة أحسن لأبنائنا وبناتنا وأحفادنا اللي جايين، لازم نراجع الكلام ده. يا دوبك يا دوبك حد بقى يروح طالع بقى على المواقع التواصل السيسي بيقول لنا ما تاكلوش وبتاع، لا لا لا، قولوا اللي انتوا اعملوا انتوا عايزينه. والله والله أنا صادق معاكم وأمين، والله يعلم ما في نفسي. وأنا في البيت بقول لهم كده حتى عندي، يعني الناس اللي بتاكل معانا لو جم شافوا يقول لك ها بتقلوهم من بيت ال، ما أنا مش رئيس والله، والله أنا ما رئيس. فيقول لك أكيد السفرة بتاعته دي مختلفة جدا، بياكل من الجنة يعني. لا 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 لا، وألوم كتير كده واسأل الأسعار دي بكام ودي بكام، ما تجيبوش دي وتجيبوا دي، أنا بعمل كده. أمال إيه؟ أمال إيه؟ مش أنا مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى؟ مش المهم الوفرة اللي في جيبي، المهم الإنفاق المناسب المتوازن. هي كان مهم جدا ان احنا نسمع من الرئيس النهارده ونطمن وسط كل الظروف اللي بيمر بيها العالم واللي بتنعكس بالتاكيد علينا في مصر. طبعا الرئيس قبل ما يقول كلمته النهارده ضمن فعاليات حفل تكريم المراه المصريه والام المثاليه، كرم كوكبه من النماذج المشرفه الوطنيه من ستات مصر، كان بينهم اسم الراحله الدكتوره فرخنده حسن، سهير قنصوه، السفيره منى عمر، دكتوره نازلي معوض، المحاميه منى ذو الفقار، الفنانه فريده فهمي، الدكتورة لميس جابر، الأستاذة فريدة الشباشي، الدكتورة ميرفت أخنوخ. الحقيقة يعني أسماء مشرفة للمرأة المصرية.